هذا البرنامج برعاية برغم ان انا كنت حاضر الندوة دي، الا ان لما سمعت التقرير زيكم في الاستوديو للامانة خلاني اقول لكم ان انا واحد من الناس اللي مؤمنين جدا بان وزارة الزراعة في اي دولة وخاصة في مصر من اهم دعائم الامن القومي لهذه الدولة. وزارة الزراعة المصرية بتثبت لي يوم ورا يوم برغم كل ما تتعرض له من شائعات مغرضة لانها بالفعل وزارة محترمة وبتشتغل وفيها كفاءات جادة جدا. الوزارة بتنتج، لكن معضلتنا في مصر والمعادلة الصعبة اللي مش عارفين نحلها أبدا إن المزارع بينتج إنتاج كويس قوي وبيخسر، المستهلك بيشتكي من ارتفاع أسعار السلع الزراعية في السوق، بطاطس، خضار، كل السلع الزراعية. ليه؟ محدش عارف. في حلقة وسيطة مش قادرين نتحكم فيها، وزارة التجارة معنية، لكن قبل وزارة التجارة وقبل وزارة التموين المفروض يكون في تشريعات تتيح لوزارة التموين انها تتدخل لوضع اسعار استرشادية على الاقل لبعض السلع الانتاجية المحلية زي الزراعة والصناعة. وزارة الزراعة ايضا بتقدم حاجات مفيدة، ومنها اللي هنشوفه الوقت لمزارع البطاطس معلومة فنية جدا، وانا مزارع من 30 سنة كنت الاول مرة اعرفها من المهندس علاء البحراوي مدير الادارة العامة للخضر في وزارة الزراعة. هنشوفها بسرعة ونرجع لفقرة طبية بسيطة ثم للفقرة الرئيسية. خليكم معنا. بتاعتنا المصرية وكل الأراضي على مستوى العالم فيها كائنات حية تحت سطح التربة، منها النافع والضار، زي اللي على الكرة الأرضية من فوق الأرض زيهم على تحت الأرض في النافع والضار. لو أنا نزلت قطعة البطاطس بحيث ما أعملش طبقة البريديرم أو الطبقة اللي زي ورقة السيجارة أو الطبقة الفلينية أو زي ما تحسب، لازم أحمي القطعة اللي أنا عملتها وما زودش في عدد الأيام أكتر من كده، وانزل ازرع البطاطس بعد ما افتح الخط. هنا السؤال بقى بيطرح نفسه، ازرع على مسافه عمق وليس مسافه ما بين الجرتين قد ايه؟ العمق بتاع البطاطس هنا في مشاكل بنلاقيها واحنا بنمر في الغيط، ده جزء علمي وجزء مرور عند الناس زي حضرتك، وبنرفع وبنقول ايه الصح في الحالتين. قطعة البطاطس أو البطاطس اللي حضرتك بتزرعها في قاعدة بتقول لا بطاطس لا بطاطس تحت الأم. البطاطس اللي بتخرج عندنا بتخرج من الجناب يا فندم، صح؟ تحت الأم لو لقيت بطاطساية اعلم إنها من فوق الأم بس لفت بالأنبوب بتاعها وتمددت في التربة تحت الأم، لكن هي خارجة منين؟ من فوق الام. لا، فهي ديت المسافه يا فندم اللي بتخلف فيها البطاطس. فانا بلاقي في الزراعات او الممارسات الخطا واحنا بنمر، مش شرط تكون هنا، في حته تانية الاقي ان هو زارع على بعد حوالي 30 سم، عمق الزراعه على بعد 30 سم. لينا فيها وقفه هنقول حضرتك لازم تزرع على بعد 10 ل 15 سم. الحكمة بتاعتها النبتة الخضراء اللي حضرتك نزلتها فوق رصة تربة زراعية اللي هو الرطش، هتشيله برصة وهي ضعيفة وتطلع تطلع تطلع لغاية ما تشوف وجه الكريم، تشوف عملية البناء الضوئي، خد الضوء وثاني أكسيد الكربون والجدر طالع بس هو نايم مش شغال، بدليل لو حضرتك فحرت على جورة بطاطس تلاقي لونها ايه؟ اللي بيزرع ابيض شاهي، ما فيهاش حياه، بتاكل بالحبل السري زي الطفل بالظبط. بتاكل بالحبل السري منين؟ من الام اللي هي ايه؟ قطعه البطاطس اللي حضرتك قطعتها.
فما بنشويش في القطعة وما بنكبرش في القطعة علشان ما نقدرش في التقاوي وما نشويش عشان أنا لو شويت في القطعة، لأن في بعض البلاد في محافظة البحيرة مش عايز أبالغ لو قلت لك تقرب للشيبسي، طب أنا هجيب أكل منين للجنين اللي نامي يطلع فوق سطح الأرض؟ بدليل إنه ما بياكلش، كل الأكل اللي بيستنفذه بياخده من قطعة البطاطس الأم، بيستهلكه من جوه الأم على ما يطلع فوق السطح. عايز تعرف كلامي صح؟ امشي على جرة بطاطس هتلاقيها لونها أبيض شاي، دليل إن مفيش لا أكل ولا شرب ولا عملية بناء ضوئي، بتاكل بالحبل السري من الأم خلاص لونها أبيض. مجرد ما تطلع فوق سطح الأرض وتشوف الشمس الورق الأخضر بيعمل عملية البناء الضوئي، ثاني أكسيد الكربون والضوء بتاع الشمس، والجدر بيحس بتقول له اصحى، بتدي له تنبيهات تقول له اصحى انت كنت نايم بس موجود اشتغل معايا، قمت تصيل الميه والذائبات والعناصر ونطلعها للورقه وتشتغل المصنع ويفرق. بعد شويه لو حضرتك كشفت على الجوره هتلاقي الابيض بقى ايه؟ بقى ايه؟ غامق بني. تنيه يقفل في اللون لما يوصل للبني القاتم، دليل على ان الحياه بقت فيها اكل وشرب. حضرتك والعياذ بالله لو عانيت من فتره مرض طويله ووقفت على المحاليل بتتغير معاك الطبيعه كلها، مجرد ما ترجع للاكل تاني بتلاقي وشك لونه غير وحصلت العمليات الطبيعيه ومنها عمليه الاخراج. هو ده النبات ال 15 او ال 10 سنتي علشان تقدر تطلع فوق سطح التربة. ولو ايدي من بعض المعاملات الخطأ، مش شرط عند حضرتك برضو شفناها في حتة تانية، 30 سنتي طلعت النبتة سليمة ممتازة، كل المعاملات سليمة 10 على 10، بعد ما وصلت عند 25 فضل لها 5 سنتي، خلص الغذاء في الأم، بتعمل ايه؟ بتقفل خلاص، انتهت بتقف. يجي يشتكي لي ما عنديش انبات والتقاوي والتقاوي، اروح انبش الجوره الاقي النبته خضره والبرعم طالع واقف تحت سطح التربه. ما كملتش ليه يا عم البرعم؟ الام خلصت الاكل وانا مش معتمد على نفسي في الاكل 90% من المعينات، فانا لازم ازرع جزء علمي بقى على جزء من الغيط، لازم ازرع على بعد من 10 ل 15 سنتي. ليه؟ أأهل النباتة أو النبتة إنها تطلع وتقدر تشيل اللي على راسها نبتة ضعيفة فوقها تربة زراعية كبسة على نفسها، بالتنية تتسلل بالراحة لغاية ما تطلع في سطح التربة. طيب يا أنت كلامك كده متناقض، ليه متناقض؟ أنت بتقول الخلفة في المنطقة دي هي هتخلف بقى في 10 15 سنتي؟ لا ما ينفعش، لو خلفت معظم البطاطس هتضربها الشمس، هتبان وهتضربها الشمس. البطاطس لو طالتها الشمس، الشمس بتخش من شقوق الارض وخرامها زي السل او زي الابر الرفيعه لو على بعد متر، طالما في خرم رفيع بتخش له الشمس، مجرد ما تلطش ثمره البطاطس اللي تحت الارض بتعمل لون اخضر. برافو على حضرتك، بتعمل لون اخضر. اللون الاخضر بالتحاليل في المعامل ثبت انه في ماده اسمها السولانين، سيبك من اسم الماده ما تلزمكش، الماده دي يا جماعه سامه سواء للانسان او للحيوان. انت بتكذب علينا، ما انا اكلت بطاطس خضراء وما حصلليش حاجه. لا، مش هيحصل لك لا اسهال ولا مغص، لان الكميات اللي فيها ضئيله جدا على مر الزمن بتتراكم في الجسم وتظهر عندنا الامراض المستعصيه او الامراض الخبيثه او الامراض الوحشه. طيب نرميها للحيوان؟ لا، يبقى لا للانسان ولا للحيوان ولا تنفع تقاوي لاحتواء المادة. طيب انا اللي جبت الماده الخضراء؟ ايوه انا اللي جبتها لاني سمعت كلام علاء وزرعت على بعد 10 15 سنتي وهي بتخلف الجزئيه دي، فلازم الشمس تلقطها وبتفتح التربه بكتفها وبتبين نفسها للشمس. نعمل ايه؟ هنوصل لل 30 سنتي، نوصل لل 30 سنتي ده الاصل، من 25 ل 30 سنتي عندي بعد الزراعة عزقة واثنين وثلاثة، في كل عزقة بجيب 3 سنتي أو 5 سنتي وبلف الجورة وبلف من اللي أنا فتحته الناحية التانية، بوصل في العزقتين أو الثلاثة لعشرة سنتي فوق الجورة، بس فين؟
بعد ما خرجت على وش الأرض.